تطور كبير عم يشهده عالم الطب يومياً وعم يساهم بشكل كبير بحل مشاكل متعددة حتى يخفف من الألم والوجع يلي يمكن التقنيات القديمة المستخدمة كانت تسببها أثناء العلاج. تماماً يا ماري، ومن ضمن هالتقنيات هي آلية التنظير يلي دخلت بعلاج وكشف العديد من الأمراض حديثاً بطريقة جداً دقيقة، بديل ببعض الأحيان عن العملية الجراحية. قديش هذا الشيء يمكن بيريح المريض يلي فايت يعمل عمل جراحي، تقول له لا، تنظير هو ثقبين ثلاثة نص ساعة زمان تطلع من العملية، عن جد بخفف كتير من رهبة العمل الجراحي. بفقرتنا الطبية لليوم رح نحكي عن تنظير الكتف. يمكن كتير مننا ما نسمعانين شو هو تنظير الكتف، إمتى ممكن نحن نلجأ لاستخدامه وشو الخطوات المتبعة بإجراءه وغيرها الكتير من التفاصيل، مع ضيفنا يلي صار معنا بالاستوديو الاستشاري بجراحة العظام والمفاصل والحاصل على دكتوراه في الجراحة التنظيرية الدكتور عبد الله نوفل. صباح الخير دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي شو المقصود بالجراحة التنظيرية بشكل عام. هلا صباح الخير لكم وصباح الخير للمشاهدين. بالنسبة للجراحة التنظيرية، جراحة تنظيرية هي مو عملية. جراحة تنظيرية هي عبارة عن طريقة جراحية أو تكنيك جراحي. مثل ما بنحكي مثلا أنا رح أفتح مدخل جراحي معين حتى أدخل على هذا العضو وتعامل معه وقوم بإجراء معين، إجراء جراحي. فكلمة جراحة تنظيرية هي عبارة عن كلمة كتير كبيرة إلى تفاصيل متعددة. الجراحة التنظيرية هي أسلوب جراحي بيعطي إمكانية الدخول لأعضاء الجسم المتنوعة، من مفاصل، من مثلا مثل جوف البطن أو جوف الصدر أو غيره، من خلال ثقوب صغيرة من دون الحاجة لمداخل جراحية كبيرة. يعني أنا باستخدام أدوات معينة وأجهزة معينة، كاميرات وأجهزة مساعدة، فيني أدخل لداخل المفصل أو مثلا لداخل الجوف وأتعامل معه مثل كأني فتحت مدخل كبير. فبالتالي كلمة جراحة عموما هي عبارة عن طريقة معالجة قديمة معروفة من آلاف السنين عند البشر. من خلالها مثلا أنا بعالج مثلا بستأصل كتل، برد كسور، بتعامل مع أجزاء الجسم الداخلية اللي مظاهرة للخارج. من خلال الجراحة التنظيرية أنا فيني أعمل نفس الشيء من دون ما أضطر أفتح مدخل تشريح كبير مثلا طوله 10 أو 12 سنتيمتر، ثقوب صغيرة بتعطيني إمكانية من خلال أجهزة معينة أدخل للداخل، شخص بالبداية، بعدين أتعامل مع الموضوع بطريقة علاجية. تمام. يمكن دكتور عبد الله بنسمع عن كثير عمليات عم تنعمل بالتنظير، اكثر المراره يلي كانوا كثير اشخاص يعتلوا همها، بتلاقي لا عمليه بسيطه جدا مثل ما ذكرت، ثقوب بسيطه وبيقوم الواحد ثاني يوم بمجرد شال المفجر يمكن فهو خلص بيرجع لحياته الطبيعيه، وهذا شيء كثير هيك مريح للمريض. اليوم نحن عم نحكي عن تنظير الكتف، هذا شوي ما سمعانين عنه، فبدنا نشرح اكثر شو نقصد فيه وشو العمليات يلي ممكن نستخدم فيها تنظير الكتف. الجراحات التنظيريه بشكل عام فيما يتعلق بالمفاصل هي يعني في لها درجات شيوع. اشياء المفاصل اللي متعامل معها بالتنظير هو مفصل الركبه بشكل اساسي. تمام. بيجي بالمرتبه الثانيه الكتف، بعدين مفصل الكاحل، مفصل المعصم والمرفق، يعني عموما كل مفاصل الجسم قابله للتنظير اذا في عندي اجهزه متناسبه مع حجمها. تمام. مفصل الكتف بشكل عام جراحته مو انه قليله الشيوع، بشكل عام يعني تحتاج اجهزه متطوره وتحتاج درجه خبره عاليه، لانه المفصل هو عباره عن مفصل مركب. مفصل الكتف مو مثل مثلا مفصل مثلا المرفق مكون مثلا من قطعتين، او هو عباره عن مفصل مكون من اجواف متعدده. في عندي مثلا جوف مفصل الكتف الاساسي اللي هو ما بين عظم العضد وعظم لوح الكتف، والمفصل الثاني هو المفصل الموجود تحت عظم الاخرم اللي هو يعني فوق مفصل الكتف. فبالتالي بده معرفه جيده بالتشريح، يحتاج اجهزه خاصه، يعني مواصفات خاصه لاجهزه تنظيريه حتى اتعامل معه بشكل اساسي. تمام. شو المزايا يلي بيوفرها التنظير اليوم؟ خلينا غير نحكي انه العمليه بتكون مثلا قليله، العمليات الثانيه قلت لي تحت الهواء بتاخذ 4 ساعات، ممكن بالتنظير هي 7 دقائق او ربع ساعه اكثر شيء. شو المزايا الثانيه يلي هلا بشكل عام اذا بدي اعمل مقارنه بين الجراحه المفتوحه والجراحه التنظيريه حتى اظهر فوائد الجراحه التنظيريه، مجرد انا ما عم اعمل مدخل جراحي كبير، فبالتالي انا ما عم غير البنيه التشريحيه، ما مثلا ما عم اضطر اقص عضله معينه او مثلا افتح مفصل معين، انا من خلال ثقب صغير عم دخل الاداه باتجاه الداخل، فبالتالي رد تشريحي عم بيكون قليل. وقت الفتح الجراحي والاغلاق الجراحي اكيد انا اختصرته من خلال التنظير، مثل ما اختصرت انا الوقت التنظيري وقت الجراحي عم بختصر كمان وقت شيء الهوسبيتاليزيشن او الاستشفاء.
يعني مثلا انا وقت مثلا عم بعمل تنظير لمفصل الركبه او مفصل الكتف عم فوت بثقب صغير باتجاه الداخل، فبالتالي انا عندي يمكن يكون عندي اطبه يمكن ما تكون حتى ما احتاج حتى اعملها لهي الاطبه، فبالتالي انا ما يعني ما بضطر اترك المريض مثلا اسبوعين او ثلاثه لبينما تندمل المنطقه وارجع ابدا بالحركه. في عندي اجراءات معينه مثلا مثل تحرير مثلا التحرير تحت الاخرم او نحن بنسميه سب اكروميال ديكومبريشن، تخفيف الضغط تحت الاخرم، مطالب المريض بس صحي يبدا بالحركه مباشره. فبالتالي فتره الاستشفاء عم تصير قصيره جدا، وطبعا انا وقت عم اختصر فتره الاستشفاء، عم اختصر فتره تناول الادويه والتكاليف الدوائيه، عم اختصر فتره تعطيل المريض عن عمله وقيامه بانشطته اليوميه. فلهيك مثلا مثل جراحه المراره بالتنظير عم تختصر علي وقت كثير، عم تختصر مدخل جراحي كثير كبير، نفس الشيء بالنسبه لجراحات المفاصل التنظيريه، كتف، ركبه، كاحل، كل المفاصل وقت عم اشتغل بشكل تنظيري عم اختصر كثير من الوقت، غير انه اقل رد نفسي للمريض. مثلا وقت انا مثلا عملت عمليه صح. تركت مثلا ندبه نقطتين صغار، غير انه مثلا والله انا عندي خط طوله 12 سم مثلا او 10 سم على اجراء يمكن يكون على بعضه كله ما ياخذ خمس ببلش دقائق. بيروح لاماكن ثانيه اللي هي تجميليه، بيخلص من العمليه وبيلحق بعدين الجراح. تمام دكتور، بنعرف انه الكثير من الاشخاص اللي بيعملوا عموما كل العمليات، ولكن عمليه اي عمليه بالكتف بيخسروا بعض الحركات، يعني هو ما بقى يقدر يرجع ايده كثير لورا او حركات معينه، او ممكن الايد ما بقى كتير ترتفع ليعمل مثلا جلسات معالجة فيزيائية كتيرة، يا بترجع حركته الطبيعية يا أما ممكن ترجع بنسبة معينة. اليوم وقت عم نعمل جراحة تنظيرية نحن متجاوزين هاي الخطوة؟ هلا في شغلة لازم نحطها بالنا، انه جراحة تنظيرية هي مو اسلوب جراحي لكل العمليات. يعني مثلا في عندي اشياء بس مثل تبديل المفاصل، لحد الان ما في شيء اسمه تبديل مفاصل بالتنظير، لانه بدي شق دخل من خلاله المكونات المفصل. فبالتالي مثلا انا وقت اللي عم بحكي مثلا عن انحشارات الاوتار، عن مثلا وجود اجسام حره او حصيات كلسيوم متشكله، او تكلسات موجوده باجزاء من المفصل، او مثلا وقت اللي بيكون مثلا عندي تشكل منقار عظمي بمنطقه معينه، اكيد انا بالتنظير حختصر وقت كثير، وبالمقابل بالعكس راح يستعيد المريض مجال حركي كان خسره من قبل نتيجه الاصابه. او مثلا عمليه خلع الكتف الناكس مثلا اذا كانت اصابات صغيره انا بفوت بالتنظير ما حيخسر المريض اي جزء من الحركه، اما اذا كانت اصابه كبيره تمزق المحفظه المفصليه الاماميه كبير انا راح اضطر ادخل بمدخل جراحي، يمكن اختصر المدخل الجراحي بس في اجزاء من الحركه نتيجه يعني اجباري راح اخسرها اذا اتبعت هذا الاسلوب. فبالتالي معظم الجراحات التنظيريه لا ما بتخسر المريض مجال الحركه. في معلومة جدا هامة أنا لازم دائما أركز عليها وقت بحكي عن تنظير الكتف، كونه الحديث عنه عم بيكون شوي قليل، وكونه اللي الناس ما كثير عم تتعامل معه. صحيح. يعني هو الصراحه يعني في حالات مثلا كثير ناس مثلا بتجي بتحدد حركه التبعيد بالمفصل انه صار عنده انحشار نتيجه التهاب مثلا شيء نحن بنسميه الجرابي تحت الاخرم، طبعا له اسماء متعدده، ناس بتسميه تنازل الانحشار او الارتطام، ناس بتسميه القوس الكتفيه المؤلمه، لا بالعاميه بيقول انا غايب عندي جزء من الحركه ما فيني عم احط ايدي ورا راسي، ما فيني عم مشط شعري، ما فيني احط ايدي ورا ظهري، هل الشكايات اللي كثير شائعه. تمام. طبعا لها عده مراحل للمعالجه، فيني مثلا بالبدايه الجا لادويه معينه، اذا كانت مثلا القصه عابره مثلا ببدايات الحالات الالتهابيه الادويه يمكن تكون كافيه، علاجات الفيزيائيه احيانا بتكون كافيه، احيانا بعض الاطباء مثلا بيلجاوا لحقن كورتيزونات بالمنطقه، طبعا يمكن تعطي حل سحري بالبدايه وتحسن رائع بمجال الحركه، ولكن انا مثلا كجراح مفاصل تنظيريه بعرف انه مع الوقت راح يصير عندي اعتلال بالوتر، يعني الوتر لان الكورتيزون اليه عمل الكورتيزون هو ايقاف الحدثيه الالتهابيه، يعني تخفيف حجم الالتهاب بالمنطقه. والمشكله انه عمليه الترميم بذاتها هي شكل من اشكال الحاله الالتهابيه، يعني في عندي عناصر رح تجي، عناصر دمويه رح تجي حتى تحرض عمليه الترميم. فانا وقت اللي بكون حاقن كورتيزون خاصه اذا تكررت الحقنه عده مرات، فانا عم اقول له للوتر لا عاد ترمم حالك، يعني رح يصير بكل بساطه هو حيتليف، راح شوي شوي امكانيه امتصاصه للصدمات راح تصير ضعيفه، في حالات كثيره شفناها من قطوع اوتار ناتجه عن الحقن المتكرر. هيك بنسمع دكتور انه وقت الطبيب بيعطيك ابره كورتيزون فهي اخر حل؟ مو اخر حل، بالعكس هي يمكن قبل العمل الجراحي يمكن تكون مثلا؟ يمكن تكون حل قبل العمل الجراحي، يمكن تاخر العمل الجراحي عده سنوات، وفي حالات بسيطه اذا تم الحقن بيد محترفه بالمكان المناسب بس ضمن الجرابه بعيد عن الوتر يمكن تكون حل نهائي لحالات عابره. عرفت شلون؟ التهاب مرفق دنس ما شابه، هدول حالات مثل بسيطة تعتبر مثلا هي عبارة عن خطوة من خطوات الحل. أحيانا يمكن مثلا أنا إذا روحت الألم عن المريض يتجنب حركات معينة، يعمل مثلا تقوية لعضلات معينة، فأنا تغيب عندي القصة سنوات يمكن تغيب ما عاد ترجع مرة ثانية. تمام. أما إذا مثلا تكررت ولجأت للحقن بشكل متكرر فأنا عم أبدأ آخذ آثار الجانبية للحقن أكثر من فائدته. عرفت شلون؟
فبالتالي مثلا أنا صار عندي مشكلة بالكتف، رحت لعند طبيب، أخذت حقنة مثلا حقنة كورتيزونية، تحسنت، كررت مرة ثانية أو ثالثة وأنا عم حس حالي إنه وضعي عم يصير أسوأ، بعمل رنين مغناطيسي مثلا أنا كطبيب مثلا بتوجه نحو الرنين المغناطيسي، إذا شخصت في حالات معينة ما حتشفى على الحقن. يعني مثلا وقت اللي بيكون عندي مثلا تكلس بالوتر، الوتر لازم هذا الكلس المترسب بهالمنطقة في له سبب ولازم حاول قيمه من هون حتى عالج المشكلة. تشكل مثلا عندي منقار عظمي، هذا المنقار انكسر صار عم ينحشر بين البنى المفصليه، فانا فوت بالمنظار دقيقتين بقيمه وبخلص منه، لانه وجوده بالداخل رح يضل يعمل لي اعاقه بشكل متكرر. فبالتالي انا بالبدايه لازم اتوجه، لازم شخص صح، ولازم احط خطه علاجيه مناسبه. فاذا سالتيني مثلا انه انا ايمت بلجا للتنظير مثلا بمفصل الكتف، بلجا مثلا اول شيء مثلا لما بيكون عندي انحشار ببنى معينه، في عندي بنيه العظم اللي بجسه كلنا هون هو عظم اسمه عظم الاخرم. هذا العظم تحته وتر، هو عموما بنيه بنسميها الكم المديره، فيها وتر، هو وتر عضلي فوق الشوك عم يتحرك بهذا الشكل، هو مسؤول عن حركه التبعيد. في بنيه مثل الكيس الصغير فيها سائل زيتي موجوده ما بين العظم ما بين الوتر حتى تعمل تزليق بيناتهم. تمام. احيانا مثلا تلتهب بيكبر حجمها كثير لدرجه انه بصير بحجمها تعمل اعاقه بالحركه. فمثلا اذا كان الالتهاب عابر اخذت ادويه معينه يمكن ترجع لحجمها الطبيعي وتمشي المشكله. تكرار القصة بيحولها من حالة التهابية عابرة لحالة مزمنة، بيصير في عندي تليف، يعني بيصير عبارة عن كتلة، ما عادت عبارة عن كيس صغير وفي سائل. فأنا مثلا بالمنظار وقت اللي عم تعمل لي هذا الانحشار بفوت بستأصله، تمام، وبنظف مكانه بحيث برجع بعمل حرية للوتر بالحركة. تمام. 100 حقن الكورتيزون قد تكون حل عابر، إذا حقنت بداخلها بتنكمش، ولكن غالبا مو هو حل نهائي. أحيانا نتيجة الجهد المتكرر بنهاية العظم بصير عندي بنية تكلسية على شكل منقار، فبصير مثل كأنه في عندي قطعة منقارية عم تحف بهذا الوتر وعم تحاول تاكله بشكل متكرر. فأنا فوت بالمنظار، كمان في عندي أدوات خاصة بتاكله لهذا العظم وبترجعه على شكل مسطح، وبنفس الوقت تكون قمت البنية الملتهبة الموجودة بهالمنطقة، فبكون خففت الضغط. هي نحن الأشياء عمليات تنظير الكتف اللي بنسميها سب أكروميال ديكومبريشن أو تخفيف الضغط. تمام. تحت الأخرم. أحيانا مثلا بيكون عندي قطع بالوتر نفسه بنقطة ارتكازه، تمزق مثلا جزئي أو تمزق كبير، بالمنظار أنا بفوت بزرع شيء بنسميه الأنكور أو المرسات، في خيطان بتطلع منها، بنرجع بنخيطه للوتر بنرده لمكانه. محفظة المفصل أحيانا يمكن تكون متمزقة نتيجة حركة رياضية معينة عم تعمل تحت خلع أو خلع كمان. أنا بالمنظار في أزية بنسميها أزية بانكارت، منفوت من رممها للمحفظة بنرجع بنزرعها بمكان. تمام. يعني بختام حديثنا بدنا نشكرك دكتور، موضوع كتير مهم وغير شائع، اليوم قدرنا نسلط الضوء عليه مع حضرتك. وفي تفاصيل كتير اللي سافينا نحكيها عن هذا الموضوع. شكرا كتير لحضرتك ويسعد صباحك. أهلا وسهلا. شكرا كتير. أهلا وسهلا فيكم، بتمنى تكون معلومات مفيدة. أكيد أهلا وسهلا.